نريد بيوتي ترفض لقاء خطيبة خيت مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن ظهرت نارين بيوتي وهي تتجهز وكانت متألقة بفستان زهري، بالأمس العديد توقع أنها ستتجه لإيفنت اليوتيوب، حيث ظهر العديد من اليوتيوبرز في ذلك الإيفنت من بينهم غيث مروان وخطيبته، لكن نارين اختفت عن الأنظار والجميع يتوقع أن نارين بيوتي كانت معزومة للعشاء مع خطيبها السري. من جهة أخرى ظهرت بسان إسماعيل وهي تقوم بجلسة تصوير لصالح بنفيت مع لانا محمد وصبا شمعة، رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ هاي جايز، صباح الخير. صباح الشغل والتصوير، رايحة هلأ صور، راح صير صوركم كتير الصبح لأنه عندي هالأيام كتير تصوير. سو استنوا كل شي جديد ويلا ليتس جو.